6 بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة الإخبارية. نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية ما تم تداوله حول اقتراب التوصل لاتفاق مع إسرائيل حول محور صلاح الدين رفح فيلادلفيا أو تركيب أي وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور. كما نفى المصدر الأمني رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين فيلادلفيا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة. كما أكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 27019 شهيدا و66139 مصابا. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 30,000 نازح في المدارس القريبة من مجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام والأدوية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة، وأشار غوتيريش إلى أن جميع سكان القطاع يواجهون مجاعة حقيقية، داعيا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى كل أنحاء القطاع. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس جو بايدن لن يقبل أي هجمات على قوات أمريكية، وأكد أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها وسترد في المكان والوقت المناسبين، مشددا على أن الرئيس بايدن لن يتسامح مع من قتل الجنود الأمريكيين من قبل وكلاء إيران المتطرفين، وذلك على حد قوله. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق المساعدات لأوكرانيا تعد إشارة واضحة لكل من روسيا والولايات المتحدة. ووصف زيلنسكي تلك الخطوة بأنها إشارة على أن أوروبا ستقف بثبات أمام الهجمات الروسية، مضيفا أن موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة كبيرة من المساعدات لكييف بمثابة رسالة واضحة بأن أوروبا تتحمل مسؤولياتها الأمنية تجاه أوكرانيا، مضيفا أن بلاده تنتظر خطوة مماثلة من الولايات المتحدة. نهاية الموجز، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.